حدثنا ابراهيم بن موسى اخبرنا هشام عن معمر عن ايوب عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما راى الصور في البيت لم يدخل حتى امر بها فمحيت وراى ابراهيم واسماعيل عليهما السلام بايديهما الازلام فقال قاتلهم الله والله ان استقسما بالازلام قط